بتبدا قصتنا بموجي اللي بيصحى على صوت ابوه وبيقول له انت يا ابني اصحى شوف الخزان فيه ميه ولا لا، وبيصحى وهو غرفان ومتعكنن بس بيرد ويقول مفيش. في اللحظه دي بيبدا موجي يحكي لنا عن عيلته، هي امه وابوه ومراته اللي تقريبا من يوم الجواز ما تكلموش كلمتين مع بعض. في فرد كمان في العيله هي قالت الخياطه بتاعتهم او بالاحرى بتاعت جارتهم اللي طول الوقت قاعده في بيتهم تشرب شاي. من الأحداث اللطيفة والموسيقى التصويرية التحفة تحس إن حياة موجي وردية، بس هي العكس، وعلى الرغم من كده كل ما حد يسأله مالك يقول كل حاجة بخير. موجي بيشتغل عند راجل بيبيع آلات خياطة، ولك أن تتخيل جشع وسوء الراجل ده، حتى موجي ما سلمش من تنمر ابنه عليه، ومع ذلك صابر وشغال على الرغم من معاملة الكلاب اللي بيعملوها له. أبو موجي كل ما يسمع مسلسلات هندي يعيط، خصوصا إن المشهد كان بنت بتتجوز وسايبة بيت أهلها. ساعتها موجي قال له بتعيط على إيه بس؟ على الأقل البطلة هتتجوز موظف حكومي، عيط على حالنا. ابن الراجل اللي بيشتغل عنده موجي هيتجوز، فطلب من أمه ما تطبخش بكرة، بس أم موجي قالت له إن مامت مراته مش عايزة تيجي عشان كل بلوزاتها بقت واسعة عليها، وبما إن موجي شاطر قوي في الخياطة قال لها يا ستي مش شغلانة، هاتيها وأنا هظبطهم. راحوا الفرح وكان فعلا متكلف بما انهم اصلا اغنياء، بس حصل حاجه مستفزه وهي ان المفروض موجي وعيلته ضيوف، بس كانوا بيعاملوهم بقله اهتمام. الاستفزاز اكتر انهم مش عازمين موجي كضيف، دول جايبينه يشتغل في المكان، والاكتر من كده انهم هما بيعرفوه على العروس وعيلته قالوا لها ده عامل زي الكلاب وبيسلي زبايننا، وطلبوا منه يقلد الكلب قدام المعازيم كلها عشان ما يخسرش شغله. عمل كده. مامته مراته بصت له بمشاعر مختلطة، وهي حزن وشفقة، وبدون ما تحس دموعها نزلت ووصلها موجي لفت وشها. على الرغم من ان عيلة موجي كانوا رايحين فرح الا انهم روحوا بكل حزن وشعور بالاهانة. لما روحوا موجي حس بزعلها فسألها مالك، بس ما ردتش، راح قال لها ان صاحب الشغل بيدفع عشان كده هو بيعمل كده، وكمان قال اللي تهنت مش انتي، بس قالت له ان مفيش فرق بينها وبينه. تعرفين ايه اللي زاد المبلطين؟ ان هي لما سالته انت بتمثل دور الكلب كده كل يوم قدامهم، رد بكل سذاجه وقال كلب ايه، انا ساعات بعمل قرد او طور او حتى دب. يا دوب مامته سمعت الكلام منه بدات تعيط. مامته قالت له الشغل فلوسه قليله، كمان انت بتتعرض للاهانه، سيبه. قال لها انا كبير قوي عشان اتعلم مهارات جديده. قالت له خلاص يبقى تفتح شغل خاص بيك، انت موهوب قوي، فاكر لما جيت تطلبني لاحظت القميص اللي انت كنت لابسه بجد كان حلو، انت ما تقدرش تخيط هدومك بس، تقدر تخيط هدوم الناس كمان. مشكلة بقى ان موجي مش عايز يشتغل في الخياطة، على الرغم من ان جده كان خياط شاطر قوي، بس للأسف خسر كل فلوسه وما سابش لعياله ولا احفاده اي حاجة، ومن يومها عيلته كلها متعقدة من الخياطة. عشان كده موجي زعق لمامته وقال لها اياك تقولي الكلام ده لابويا، وقال لها يترضى من البيت. موجي تحسه كان بيفكر طول الليل، ده حتى مشي من غير فطار، بس راح شغله عادي وكان ممكن ما يسيبش شغله. بس اللي حصل وقتها ان ابن صاحب الشغل خلاه مصر على موقفه، لان الحيوان ده اتكلم على مامته مراته بطريقه وحشه. ساعتها الدم غالي في عروق موجي وضرب وساب الشغل. لما موجي رجع البيت اتفاجئ ان ابوه طلع معاش وكان عامل له حفله صغيره في البيت. دلوقتي رجاله البيت عاطلين، واول ما دخل موجي قال لمامته على طول، كانت فرحانة، بس لما قال لابو كان هين عليه يخبطه بحاجة في وشه، ولا امه الغلبانة دي كمان تقول حرام عليك يا ابني، راجل دلوقتي مضطر يصحى بدري عشان يفتح المحل ده غير الباب التقيل عليه. راح جوزها قال لها بس يا حاجة احنا في ولا في ايه؟ لما رجالة البيت تبقى عطلة تبقى مصيبة، عشان طول ما هما في البيت طلباتهم مش بتخلص، لدرجة ان موجي وابوه شربوا 3 كوبايات شاي والناس لسه بتقول على الصبح يا هادي. أم موجي من كتر ما هي شغلة بالها بشغل البيت وقعت على الأرض وتعبت ونقلوها على المستشفى، وللأسف مصاريف المستشفى ما كانوش قادرين يدفعوها. مامته روحت مع موجي عشان تجيب شوية هدوم لأمه. هما في الطريق قعدوا يشربوا شاي، ومن حظهم إنهم قعدوا جنب راجل فاتح في الشارع بيلمع جزم. راحت مامته بصاله وقال لموجي هو الراجل ده بيدفع إيجار أو كهربا؟ قال لها لأ. قالت طب بيدفع ضرايب ولا حاجة؟ قال لها لأ. قالت له يعني المحل ده ملك مين؟ لا البلدية. يا دوب مامته بذكائها قالت الكلمتين دول وسكت. موجي قال لها يعني انتي عايزاني افتح محل خياطه في الشارع؟ قالت له انا ما قلتش كده، ده انت اللي بتقول.
موجي أخذ الآلة بتاعت جارتهم، وبما إنه ما حدش من عيلته جامعة الافتتاح وعبره، أخذ صورة جده معه عشان تبقى فيها الحلو. بعد شوية جات له مامته بالأكل بما إنه طلع من غير فطار، وقالت له أنا ما قلتش لحد إني هجيب لك أكل عشان ما يزعقوش، وطلبت منه يجيب صندوق الأكل معاه وهو مروح. بس لسه كانت هتقوم سألها أنت أكلت؟ قالت له لأ، وبعدين طلب منها تاكل معاه. بدأت تاكل من هنا وهاتك يا عياط. لا بتعيطي ليه بس؟ قالت له أصلها أول مرة ناكل مع بعض لوحدنا. وكل رجل عظيم امرأة، وعلى الرغم من انها ست بسيطة الا انها قوية. قالت لموجي تعالى نقول لكل محلات القماش انك فتحت محل خياطة عشان بدون اعلان مين هيعرف انك موجود، وبدأوا فعلا في جولتهم. الاوضاع الصحية لام موجي سائت وتعبت تاني، نقلوها المستشفى، بس المرة دي كان الوضع اسوأ، وطلع قلبها في مشكلة وفي صمامين مقفولين ولازم تعمل عملية، وكالعادة بيحاولوا يدبروا الفلوس. ام موجي طلبت من مامتها تستريح شوية هدوم مريحة من جارتهم عشان النوم بالساري مزعج، فراحت مامتها قالت لموجي، وبصراحة اللي عمله كان شيء عبقري. موجي طلب من مامتها تجمع كل القماش اللي هما مش عاوزينه في البيت، وبدأ يفصلها فستان مريح وكمان ينفع مع المستشفى، ودي كانت بداية الحلم، وكل اللي في المستشفى حبوا الفستان قوي وطلبوا من موجي يعمل لهم زيه. موجي ومامتها فرحوا قوي، أخذوا من الناس عربون عشان ينزلوا يجيبوا القماش. أنا قلت إن موجي ومامتها بالكاد اتكلموا كلمتين بعد الجواز، بس بعد كل اللي حصل بدأوا يتعرفوا على بعض، ده حتى موجي عرف إن مامتها شاطرة قوي في الفصال بعد ما راحت معاه سوق القماش. الحلو ما بيكملش، وأول ما مامتها وموجي روحوا البيت لقيوا آلة الخياطة مش موجودة، واتضح إن الست جارتهم جو أخدها. ولما سألوا موجي خدتها ليه، قال له هاتلي نسبة من الشغل وأنا أديها لك، بس موجي ما توصاش بصراحة وضربه. حقيقي مامتها وموجي في موقف سيء، خصوصا بعد ما اخدوا العربون من الناس وجابوا بيه قماش، بس اللي حصل كان غير متوقع. وموجي عرف بالصدفه من صاحبه ان في مكان بيوزع آلات خياطه مجانيه، بس بشرط تكون بتعرف تخيط، ده غير الطابور الطويل اللي بتستنى فيه في الشمس. بدون تفكير مامتا وموجي راحوا، والمكان كان بعيد قوي ومروا بصعوبات كتير في الطريق، بالمواصله الوحيده بتاعت موجي وهي العجله، ده حتى موجي اتعور في رجله، بس في النهايه وصلوا واخدوا رقم وفضلوا مستنيين. بس موجي كان لازم ينظف جرحه، فراح مستوصف جنب المكان، والمستوصف طلع للحيوانات، والدكتور ما كانش راضي يساعد موجي غير لما يستنى دوره، وطبعا لو استنى فرصة الحصول على آلة خياطة هتضيع. موجي اتأخر قوي لحد ما نادوا رقمه وهو مش موجود، فاضطرت مامته تدخل مكانه، وعلى الرغم انها حاولت بس برضه مش عارفة تخيط حاجة، بدأت تعيط. بس فجأة دخل موجي وعمل المطلوب منهم بسرعة وخلص في الوقت المطلوب، واخد آلة الخياطة وهو في قمة سعادته هو ومامته. روحوا البيت وخلص كل الشغل اللي وراه، ووزع الفساتين على المرضى واخد ثمنهم. ام موجي وهم بيعملوا لها العملية خلوها تمضي على اقرار، وهو ان كل الماتيريال اللي هيستخدموها في عمليتها مستوردة، هي ما كانتش تعرف، وتكلفة العملية بدل ما هتكون بسيطة بقدرة قادر بقت ب150,000، وطبعا مش هيعرفوا يدفعوا. دايما بيبقى في شخص في الافلام المصريه بيقولوا عليه مقطع السمكه وديلها، وغالبا يبقى شخص مش كويس وفلوسه حرام. الشخص ده بقى ظهر بصفته اخو مرات اخو موجي، حاولوا فهموا انتوا بقى، الشخص ده اسمه جدو، ودخل معاهم لمدير المستشفى، وبطريقته خلاه يقلل المصاريف للنص، بس مفيش حاجه بدون مقابل، واخد رشوه. مدير المستشفى الجشع وجدو اللي اكشع منه طلبوا من موجي يصمم الفستان اللي عمله لوالدته للمرضى في مصنع تابع ليهم، وطبعا هما ليهم نسبة من الموضوع. موجي ومامتا راحوا مع جدو المصنع ووروا صاحبة المصنع الفستان، وبطريقتها عرفت تاخده منهم، وبعتت جدو يقول لهم انها يا عيني تفضلت عليهم وهتشغلهم عندها في المصنع، يعني عمال. مامتا وموجي راحوا المصنع واشتغلوا، وبدأوا يقولوا للعمال هم عملوا الفستان ازاي، بس هي كانت بتتجاهل كلامهم وتقول اللي على مزاجها، ده غير انها اخذت منهم براءة الاختراع ونسبته لنفسها. غريب اكتر ان موجي اكتشف بالصدفه من مدير المستشفى انهم بيبيعوا الفستان للمرضى اجباري، ومش بس كده ده ب2,000 روبيه، على الرغم ان موجي كان بيبيعه ب500 بس. موجي اتنرفز ودخل كلم صاحبه المصنع، بس كلمه الحق مش مسموعه، فطردت هو ومامته، غير ان اول يوم ليهم في الشغل جابوا آلة الخياطه بتاعتهم معاهم، وحتى دي اخدتها منهم. مامته وهي بتتناقش مع موجي اتنرفز عليها واتضايقت، فقالت تعمل حاجه صح، راحت المصنع وطلبت من المديرة آلة الخياطة بتاعتهم، بس المديرة شايفة ان مامتها شاطرة وطلبت منها تسيب موجي وتفضل تشتغل معاها، ده حتى طلبت منها تنضم لفريقها اللي هيشترك في مسابقة الموضة، بس مامتها رفضت ومشيت وبرضه ما اخدتش آلة الخياطة.
في الوقت ده موجي كان بيدور عليها وراح لها محطة الباصات ولقاها فعلا، وحكيت له اللي حصل وهي بتعيط، وقالت له مفيش حل للي بيحصل لنا غير اننا نشترك في مسابقة الموضة. موجي وافق وطلب منها ما تقولش لأي حد من العيلة عشان المرة دي أبوها يطردوا من البيت. بدأوا يشتغلوا وعرفت مامتها تجيب نسخة من استمارة التقديم، واختاروا اسم البراند بتاعهم وسموه سيداجا، وعرفوا ياخدوا آلة الخياطة بتاعت جارتهم مرة تانية. عملوا تصاميمهم وراحوا المسابقة، أما لجنة التحكيم شافوهم حسوا إن مقدرتهم ضعيفة وسألوهم إزاي هيكونوا فريق عمل، بس قالوا إن في كتير من سكان الحي بتاعهم أصحاب حرف وممكن يوافقوا يساعدوهم، وعلى الرغم من كل الصعوبات لأنهم نجحوا في تجارب الأداء وهيدخلوا المسابقة. موجي راح قال لعيلته عشان يفرحهم، بس أبوه مفرحش وبدأ يزعق له، بس موجي طلب منه يقف معاه المرة دي بس، ولو ما نجحش هيقبل أي وظيفة عشان يرضيه. وفعلا وافق بس بشرط ما يشوفش أي قطعة قماش في البيت، وطلب موجي من أمه تدعيله. جمع موجي صحابه ومامته جمعت جيرانها، راحوا يشتغلوا في مكان بتاع واحد صاحبه. بدأ يوزع موجي المهمات على الكل، والحقيقة كانوا بيشتغلوا بكل حرفة وإتقان. مرت الأيام وأبو موجي تم إغراءه بنجاح ونزل يشتغل معاهم، ده حتى أنه عمل لهم شغل ما كانوش عارفين يعملوه، وأخو موجي راح اشترى له آلة خياطة، ألطف عيلة في الكون على الرغم من أن الظروف مش مساعدة. وصلوا المسابقة وبدأوا يجهزوا في العارضين. هتقولوا لي موجي ومامته مش لاقين ياكلوا، هيجيبوا عارضين منين؟ اقول لك ان باقل الامكانيات تقدر تعمل المستحيل، وخلى العارضين اهل الحي بتاعه وامه وابوه، حتى مامته وموجي شاركوا في العرض. عشان هم مش عارضين متخصصين اكيد كان في اخطاء، بس في النهايه مر العرض بسلام، وحقيقي كان عرض طبيعي من ناس طبيعيين بدون اي تصنع او تمثيل. لازم اتكلم عن وقت عرض ام موجي وابوه، لانه كان افضل عرض يدخل القلب، ولا نظرة الفخر اللي كانت في عين موجي ومامته لما طلعوا يعرضوا كانت حاجة تانية. العرض خلص والحفلة بدأت على ما لجنة التحكيم تقرر، بس في اتنين من لجنة التحكيم قربوا من موجي ومامته وقالوا لهم ان العرض كان حلو، وقالوا جملة مستحيل ينسوها، وهي ان لو مصمم تاني هو اللي صمم الازياء دي كانوا اكيد هيختاروه، وطلبوا منهم يستمتعوا باللحظة. موجي ومامته كانوا شوية وهيعيطوا، وطلبوا من الكل يروحوا عشان آخر باص هيفوتهم، ومشي موجي هو وفريقه، إلا اتنين من الفريق قرروا يستمتعوا باللحظة فعلا. طلعوا قلبهم كل حزن، وحاول أبو موجي يصبره ويقولوا إن بعد اللي شافه جوه هو فخور بيه وهيساعده عشان يفتح محل خاص بيه. فجأة الاتنين اللي استنوا اتصلوا بموجي بس الخط قطع، فرجع لهم يشوف في إيه، والمفاجأة إنه سمع إنهم كسبوا وطلبت منه واحدة من المنظمين إنه يدخل مع فريقه. وفعلا موجي راح ينادي فريقه عشان فرحته مش هتكمل غير بيه. فريق سويداجا دخل وبجد موجي ومامته في كل سعادته، وانتهى الفيلم ومامته وموجي محققين احلامهم وواصلين للقمه، والمجلات العالميه كتبت عن قصتهم، ده غير ان كل الناس كانت بتتلهف على تصاممهم، ده حتى انهم بنوا مدرسه لتعليم الخياطه عشان يعلموا الناس تعتمد على نفسها. لو مخنوق او مكتئب وحاسس ان نهايه العالم بتاعتك قربت، افتكر ان في ناس كتير كانت في ظروف اسوأ منك وكافحت لحد ما وصلت، وحقيقي الفيلم وصل الفكره دي بافضل ما يكون. ودي كانت قصتنا النهارده، اتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا لانكم كملتوا للنهايه.